تيار الحكمة اليوم لربما يكشف عن حركة سياسية لتقديم مرشح واحد لرئاسة البرلمان. معلوماتك عن هذا الحراك، وفيما إذا كان لربما الأطراف المشتركة به، ومدى جدية هذا المقترح، وهل تيار الحكمة من بينهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدة الفاضل ومشاهدي قناة التغيير. يعني هذا الحراك واقعا كان حاضرا قبل يعني عقد جلسة مجلس النواب الأخيرة، وكان تيار الحكمة والإطار التنسيقي بشكل عام كان يسعى ويعمل على أن تكون هناك يعني وفاق بين القوى السنية على الذهاب إلى المجلس النواب العراقي بمرشح واحد. لكن للأسف الشديد يعني الخلافات العميقة والكبيرة بين القوى السنية يعني حالت دون هذا الاتفاق، وبالتالي ذهبنا إلى مرشحين للانتخابات اللي صارت الأخيرة واللي صار اللي صار. بعد هذا الحادث وبعد هذا الاختلاف وما شاهدناه في مجلس النواب العراقي، بدأ هذا الحراك يزداد، خاصة من تيار الحكم الوطني ومن قوى الإطار بشكل عام، وحتى الأطراف اللي في إدارة الدولة على أن ينتفق البيت السني على مرشح واحد، حتى لا نعود إلى نفس السيناريو اللي شاهدناه في الانتخابات الأخيرة. يعني نأمل سوية أن يكون هناك اتفاق وأن يتفق السنة فيما بينهم على مرشح واحد حتى ننتهي من هذه القصة. نعم، لكن سيد عباس، اليوم الحديث يجري عن تعديل النظام الداخلي وفتح باب الترشيح من جديد، مدى إمكانية ذلك ورأي المحكمة الاتحادية أيضا؟ يعني هي صلاحية مجلس النواب العراقي، لكن اللي أقول أنا ما فائدة أن يعني يعدل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي والسنة فيما بينهم لا يتفقون على مرشح واحد؟ يعني ما راح نحل المشكلة سيدة الفاضل إذا كان هناك اتفاق من الأحزاب السنية، من الكتل السنية والبيت السني بشكل عام على مرشح واحد. ممكن للإطار التنسيقي أن يراجع وأن يناقش مسألة إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى وتعديل النظام الداخلي، لكن في هذا الاختلاف وفي هذا العمق الكبير من المشاكل البيت السني لا فائدة حتى من تغيير أو تعديل النظام الداخلي. أنا اللي أشوفه يعني واللي هو الأصلح والأفضل والأنجح للقوى السنية والعراق بشكل عام، على اعتبار أنه تأخير انتخاب رئيس الجمهورية ليس في مصلحة العراق بشكل عام ولا حتى في مصلحة الحكومة العراقية اللي تنتظر كثير من المشاريع والقوانين اللي الشعب العراقي أيضا ينتظرها. أنا أشوف البيت السني عليه أن يتفق فيما بينه على مرشح واحد ويذهب لهذه الجلسة بمرشح واحد حتى ننتهي من هذه المشكلة والقصة مثل ما ذكرت.